الشفاعه دي هم بيهجموا عليك الهجوم الجبار ده. طبعا انا مبسوطه جدا ودي حاجه مفرحاني قوي قوي وشرف لينا وبجد يعني ربنا يخليهم وانا بحبهم كلهم. انا مش عارفه اتكلم من كتر ما انا مبسوطه بصراحه. ايه اللي شجعكم ان انتوا تعملوا المشروع ده زي؟ والله احنا بقالنا فترة اصلا بنفكر في المشروع ده وكنا يعني بنكرر فيه كذا مرة والحمد لله ان احنا خدنا الخطوة دي عشان نشوف الناس الجميلة اللي واقفة دي دلوقتي. انتوا معايزة مين معاكم؟ انتوا معايزة يوتيوبر مين بقى الشراكة في المكان؟ لا هو احنا كذا حد يعني اكرامي نمر احمد محمد اخوه كده كلنا يعني مع بعضين ان شاء الله. مش قلقانة ان شاء الله لما ندخل في الصداقة ممكن يحصل مشاكل؟ لا دول اخواتنا احنا اخوات كلنا بعضينا يعني مفيش مشكلة خالص. قايلين قايلين تمام تحديدا كمان على سميت المكان باسمها وش خير ان شاء الله. وليه اخترت اسمها تحديدا؟ هي وش خير علينا في كل حاجة يعني. عايز اعرف انتوا ايه للناس وخاصة تقولوا للمطعم يبقى ايه الانواع اللي فيه الحاجات اللي فيه وهتكونوا موجودين طول الوقت كمان مع الناس؟ هو المطعم فرايد تشيكن تمام سندوتشات وان شاء الله هنبقى موجودين هنا يعني هو مش كل يوم بس يعني ايام وايام هنبقى موجودين تمام وباذن الله يشوفونا كتير واحنا نشوفهم كتير ودي حاجه مفرحانا جدا. شكرا جزيلا.